قناة الدراما المغربية. ياك ما نعيط على الحاجة بغيت نمشي للسبيطار. وين ديك يا صبري؟ نضرب التليفون لحاجة خدا تمشي معانا. الو شكون؟ علوان ياك لاباس؟ لا 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 باقا فايقه. ايه انا وليداتي كاع. اش مبارك مسعود شدها الوجع. اي والله يطلق السراح على خير. لا 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 ما تخافش الله يهديك علوان ما تخافش يجعل ربي خير. ايه دابا انا عندك. ايه لا الله يهديك اش غادي تجي. هشام يجيبني هي في الطوموبيل. ايوا شوف ما تحركش من حداها. انا دابا عندك بسلامه. هشام يا رب هي قول لي القضية غير في الولدة الأولى ومن بعد يبقى تولد ياك أبو علوان. أحيانا وليدي أش تولد كانوا كري العيالات ديال زمان كيولدوا ما بين 8 و 10 وما كان لا طبيب لا طبيب. دابا يولدوا 8 ولا 10 مرت خالي الله يرحمه ولدت 14 وملي كبرت ولدت تولد بالتوام. الله يسعد. وملي مات خالي الله يرحمه خلات الدراري صغار. وشنو غنبكش وكيدارت مسكينة. ايوا مساكنه مع الدبابة. بيني وبينك ابا علوان ماشي اش بغيتي انت وليد ولا بنيته؟ اللي جاب الله وليدي. واه قول بيناتنا اللي بغى الله هي اللي تكون. هاك قول لي بقى فيا هو مراد اللي ما حضرش ليها مسك. شوف السي علوان غادي يجي على خير وبخير. نطلبوا دابا غير الفكاكه يا ربي تصرح على خير وبخير. دير شي دعوه دير طلب سي ربي والله بقى غوات بقى ربي يلا مريض وانا مشيت. مبارك. نعم الله يرحمك الوالدين. غنجيب لك واحد الصويلك نخليه لك عندنا هنايا حتى الصباح ونجي نديك. واخا 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 ياك ما كاين مشكل. ما كاين حتى مشكل. الله يبارك عليك الله يبارك عليك. تعال اش نسولك اولي. والله الا هو وليدي انت ماشي مراد ولد سي عبد السلام؟ هي هو انا. واش كدير وليدي هنا؟ ايوا لحقنا الاقدار وصافي. لا انا بغيت نقول لك زعما اش كدير في هذه المدينه؟ كنبيع ونشري هنا في السوق. هاكا كتبيع وتشري. سمحي لي لالا راه ما عرفتكش. ما عرفتينيش؟ يا ويلي يا وليدي يا مراد انا راهي امك خدوج. شكون امك خدوج؟ امك خدوج مرت علا في السويطه. على السويطه اللي كيبيع الزريعه. ايه عرفتو. عرفتيني درك خدوج. زيدي ماشي ما نقديو. لا وليدي انا راه جيت لهاد المدينه نتقدم منها شويه تاع السلعه. عرفتي اش غادي ديري؟ نعم وليدي انا راه كنبيع في السوق. ايه السوق راه حدا المحطه. ايه غادي تجي عندي لتما غتلقاني في الشوكه. هاكا كي قلت لك انا نجي لحدا المحطه. السوق اللي حدا المحطه. حدا انت في الشوكه. حنقلب عليك في الشوكه والقاع. صافي غتلقيني تما. واخا وليدي غير اجي يكون غير خاطرك. واخا وليدي الله يعطيك الرضا. بالسلام عليك الله يعاون. الله يعاون وليدي. الله يا ربي الله على خدام سكينه غدا تموت عا بالفقسه من جهتك. وانت سير تبيع وتشري في هذه المدينه ما قديت تعيط لمهمتك في التليفون ما قديت تكتب لها بريه. انا على الحق نقولها ليها انا اش خاسره. سمبار الله يرحم لك الوالدين هذاك الصويك غنخلي الصباح نجي مورا. صافي واخا الله يعطيك الصحه. صافي انا غير تهني ما عرفتش. تبارك الله الله يحجبه الله يحفظك وليدي على سلامتك بنيتي لربي.
دوز كل شيء على خير وبخير بلا فتيح المرضية. الله يرضي عليها. الله يرضي عليها. اش دار لكم نسميو عبد السلام؟ يا واقيلا حتى نتشاوروا مع ماما. الوليدة ما كاين لا ماما لا بابا، غادي نسميو السمية ديال هذا الوقت عصرية، وانا لالا نعطيكم السميات. عندك فؤاد، عندك رضا، عندك سعد، عندك صلاح، عندك حمزة، راه ما تختار. هاولي الناس راه ولات ترجع للقديم. انا سميت هشام دابا عصرية، راه في ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان سميت هشام. صلى الله عليه وسلم تهافت معك ابو علوان، ولكن هذا وقت اخر، جينيراسيون اخرى. الشباب لا جونيس ابو علوان لا جونيس. الشباب هشام الشباب. والله يهديك اوليدي سكتنا. ودابا قول لي على سمية سيدي عبد السلام. يا سيدي عبد السلام جاتك مزوينه؟ زوينه زوينه. لا لا لحق السمية ديال راجلك. اش غنديروا؟ ماشي بوك. اش غادي نديروا دابا؟ غادي نديروا لا القرعه، كل واحد غيعطي السمية واللي تهزات هي اللي غنسميها. لا هشام انا بغيت با هو اللي يسميه. الله يرضي عليك اوليدي. يا مالا شدت جوج بيوت؟ آه خسر الفلوس بلا قاعدة، بيت واحد يكفي. سميرة سميرة قولي لي هاد الكرافطات تجي مع هاد الكسوة هادي؟ شوفي هي مع السروال هي هادي. صافا مالك زوينة ياك؟ لا مع البسام عاد شكيات. واخا صافي سير ايوا نبدل نبدل سير البيت محمد بدل تما في البيت واش سير نبدل هي؟ سير ما نبدلش هنا؟ يا ودي راه الشومبر ديالك فين هي؟ اها اللي فيها المناظرة والماء سميرة شكايت سميرة شكايت قولي لي تما كاينة واحد الثلاجة صغيرة راه هي دايرينها الهيهرة فين فيها المناضة والماء هذيك المناضة نقولوا فابور ولا بالفلوس؟ لا هي اللي بغيتي تشرب منها غير شرب ما كاين مشكل ولكن ماشي فابور دي زيكسترا شنو؟ زعما محسوبين بوحدهم. اها هاكي هاكي التفاح. ها محمد ها التفاح راه عندي ما شتيش. ايوا واخا واخا شديه صافي ميرسي. ايوا سير كمل حوايجك. كمل البوس ديال حوايجك يا محمد. نجلسوا نتحدوا شويه. سير محمد تلبس حوايجك عفاك في البيس ديالك راه عليه. Yeah.
mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue par ce soir encore une fois ici au Salon Bar. Je me rappelle tout de suite un petit passage, un petit défilé de mode. Donc ce défilé de mode, c'est tout simplement la broderie marocaine. السي الماطي، هذا راه مكتب المحامي ماشي محكمة. الله يخليك تكلم معايا بكل صراحة. الصراحة نعم السي، أنا سلفت الحاج عبد السلام 20 مليون ودار معايا التزام بهذا الشيء، ولكن درك ولادو ما بقاوش بغاو يعطوني فلوسي. متفق معك طلب فلوسك، ولكن هذا التزام راه غير نسخة. فين هي الأصلية؟ ما عندكش؟ عندي. إيوا جيبها. ولاش نعمس؟ ياك انت زعما محامي كبير وتعرف كيفاش تخدم، واش انا دابا ما عنديش الحق نرجع فلوسي من هاد الوراثه؟ المطيره عندك الحق طلب فلوسك، ولكن كنخاف عليك لا تكون ما كتسالو والو، وهادشي راه غادي يزيدك مشاكل اخرى، فهمتي ولا لا؟ واش بغينا حنا بهاد المشاكل كاع؟ المحامي نعطاهم الله. ايوا سيدي سير شوف لك محامي اخر. صافي سيدي، الله يهنيك. مزيان تبارك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يخليك اخويا، بغيت نسولك الا جات على خاطرك. واحد السيد هنا سميتو المعطي العين وشي، ما نزلش عندكم هنا؟ كان سيدي نازل هنا ومشى. كان هنا، وشحال هذه باش كان هنا؟ سيمانه. هو سيمانه هذه؟ الله يا خويا، 4 ايام ولا 5 ايام وانا نقلب عليك. وقول لي يا خويا ما غاديش يعاود يرجع هنا؟ لا سيدي ما قال لي حتى شي حاجه. ايوا خويا الله يعاون، اسمح لي. اسمح لي. واصل بها خدوج الله يهديك. وليت كنبقى مشطون عليك اخدوج ملي كتمشي وانا كنخاف عليك. وعلال ملي لحقت لطيطوان وانا نجري ونجاري، عجب الله لقيت واحد الدري الله يرضي عليه هو اللي هز معايا وعاونني، وما كرهنا تمحنت. فكرتيني حتى انا ما قلتش لك الدري شكون هو. شكون هو؟ هذاك اللي يقولوا ليه ولد عبد السلام. ولد عبد السلام؟ اه عرفت، هذاك مراد اللي قالوا غابر. هذاك هو اللي لقيت، راه هو كيبيع ويشري في السوق. واش حال سولات عليه امو؟ قول لي هو راه بتطوان. ايه ايوا انا خويا درك نمشي نقول حال امو، ما فيها تاع عيب. السلام عليكم. السلام. بخير يا سيدي. شنو بخير؟ السلام سيدي. واحد المعطي العين مصيب، مازال نازل عندكم هنا؟ لا سيدي كان هنا ومشى. مشى؟ مشى. لا ما عرفتش واش سيدي. واخا سيدي الله يعاونك. الله يعاونك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بوعلال كي داير؟ كي داير اولدي هشام؟ لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. الله يبارك اولدي هشام. ايه بوعلال وليتي خدام هنا ولا؟ لا اولدي هشام راني درت المحل ديالي. ايه ايوا سيدي مبروك، غنية عليك. وبيني وبيك بوعلال حسن لك من ديك السلة وقف الشموشات وسير واجي. ورا سيدي على شي مسكة يلا. هانا والله تتشدها بالله، الله يعاونك هاد الساعة. هشام. نعم قول لي اولدي. هذاك مراد فوق باقي ما عرفتوش وين كاين. اش غادي نقول لك ابا علال؟ ياك سيدي شافوه في تطوان وكاين ما عرفت. وراه كاين ماشي قالو. كاين؟ شكون اللي قالها لك؟ شافته المرا. خدوج مرتك انت؟ اي. واحد تخني فين شافته ابا علال؟ قول لي فين؟ الواز قال لي حتى للسوق اولدي هشام المرا اللي غادية تكون عارفة. ايوا عرفتي اش غادير؟ ونسير عند نعاتيك إلا بغيتي تمشي تسول على خوك. صافي كون هاني، بارك الله فيك، الله يعاونك أبو علال. أمي أمي خصك تفكري مزيان، أنا تزوجت صافي غادا نروح لداري.
واختي بلا عرس بلا حنة بلا طبالة صافي ما نبقاش خدام على دار محمد. ايوا تي دابا بنيتي فين غادا تمشي؟ ورانا قلت لك امي هدى مرات لوسي ولدات وهي غير بوحديتها وهشام قال لك خصني نقابلها. اييه عندك الحق هذيك خصك تقابليها حيت نفيسة وانا انا اللي فوق راسي فرماسيان ديال الدواء وحده رجليا خنشة ديال الدواء وشكون اللي غادي يقابلني شكون؟ ودابا غتبقاي بوحدك في الدار؟ يا رجال بنيتي راجلك يا ودوا معايا مسكين وضريف والله يعمرها دار وبين عليه ولد الناس وطويل تبارك الله قال ده بين عليه ولد الخير ولكن يا بنيتي راه ما جا شي نمشي انا معاك وحشوم غادا تمشي ما عندك ما تبقى يديري هنا. سيدي ها العشاء علاش فاضحني من شحال هذا؟ هو ما جيتي ديال هذا العشاء تسخفتيني. ايوا قول لي بعدا كي جاك هذا الشيء؟ تبارك الله واش جرى بخير؟ هات محمد الطبالاوي فين كنتي عايش وفين وليتي؟ شوف فين كنا ضرب العرصه دوك الخرب ياك بعدا كان برعك ما عندي ما يتسالك الله يبرعك دنيا واخره ومازال غادي تشوف بعويناتك ربي يخليك ويطول عمرك واش جرى العظمة شراء على مزينوش. قولي لي دابا انتي ديما كتعيشي في هاد اللوكس تا فرنسا؟ نعم توجور كوم سا الحمد لله. ديما نقولو كتعيشي في مطيلات بعد ما يتسكن ولا لا اللي بحالك كتعيش هكا اش غادي يمشي يجيش دير في هذاك درب العرصة عند هذاك بوك حلال اش غادي يمشي يدير تما؟ اللهم لله هاد الخير وانا ونكون شتي انا براسك واش عيب الله نكون انا كنعيش في هاد الخير هذا كله ونعود عاد نرجع لهذيك الخطيه ديال ديك المراه عندي تما في هذيك الخربه اش غادي نمشي ندير تما؟ الله اختي الله 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 ايوا اش غنقول لك يا محمد؟ الله يجيب اللي يفهمنا. هذا سيدي نشوف واش كاين بعدا شنو هذيك ديال الماكله هذيك؟ يا الماكله بلاتي انا غادي نختار لك بون كاين في الاول سلاد نيسواز شنو؟ إذا بغيتي نطلب لك شي كرافات بيلبيل. إلا شنو؟ واش كتبغي اللحم تاخذ شي فيليه وشامبينيون؟ إلا بغيتي الحوت نطلب لك اون بون فريتور دو بواسون. كيفاش؟ كيفاش؟ إلا كنتي بغيتي تنعس خفيف ناخذ لك انتي بولي غريي. هذا شنو؟ محمد بغيتي الدجاج ولا اللحم؟ الدجاج الدجاج واش تبغي تشرب؟ واش نشربو واش نشربو؟ الليلة هذه اللي شربتيه نشربو. أنا غير تبعني ما تشوف بعوينات هو تابعك بعيني مغمضين انا راه صافي انا صافي راه ما بقيت كاع نحسب معاك صافي سي دابا نقولوا هادشي دروك هادشي اللي هنا راه دابا راه الناس راه يخلصوا فيه شلة فلوس كادوكو ماشي بزاف قولي لي اعطيني اخبارك انت فاش خدام انا عندي اون اجونس دو فواياج شنو شركه ديال السياحه كيفاش غادي نفسر لك النصارى دوك اللي تيخرجوا كيبغيو يدوروا ويتساراو في البلدان فهمتي داك الشيء السواح فوالا هي دابا داك الشيء انا علاش جيت لهنا حيت انا ويا ندير واحد المشروع فهمتي المشروع ديال هاد النصارى اللي قلت لك يبقاو يجيو يدوروا عندنا في البلاد ياه قلت انت تجيبي نصارى من برا تجيبي نقولوا دخلي الدولار ما اهتمش تسالك ما اهتمش شتات لا الى كمره ومرموره الرجال الشلغمية راه ما يقدوش يديروا هاد الشيء هذا واش بارك الله فيك الراجل اليوم يبني قهوة ويعيا يزوق ويقاد فيها لاش وطيح عليه بدارة المليار ديال الفرنك لاش باش يجي من ولا ينشر فيها رجليه المخير فيهم ياخذ قهوة كحلة وعامرة غبس مصرية إيوا واش غادي نقول لك يا محمد هي أنا في الحقيقة كنقلب على شي حد اللي يعاوني قلب على شي حد وهذا اللي قدامك اش كيدير أنا موجود بارك الله فيك وعنتوني حاجة أخرى شاتني شوية اللوكال شنو؟ كنقلب على واحد لابارتمون شنو؟ ابارتمون باش ندير في هذيك لاجونس دو فواياج ديالي ابارتمون زعما ديريها شغل بيرو
شحال هكا وهاد البارط ما بالها شحال غادا تسوى كاع انا موجود انا موجود ايوا مهم ها نطلب لك الدجاج دابا نيت هو الاول ايوا خير الله يخليك عرفتك كاين واحد اسمه ياك كاين واحد ياك من غدا ان شاء الله في الصباح غادي يبدا تجي السعديه تجلس معاك شويه وتقابلك وتمد لك شي حاجه الا بغيتيها وتعاون معاك لا وهم الحاجه بلا ما تعذبي حتى هي ما كاين بس خصك بنيتي نيت اللي عاونك والسعديه ضريفه بحالك غير كضحك غادي يبدا تجي تجلس معاك شويه وملي ان شاء الله نسالي انا حتى انا نجي نطلل عليك شويه ونبقاو مره هي ومره انا حتى ان شاء الله تحزمي وتوقفي على رجيلاتك الله يخطيك عليا امي خد سمحي لي الله يا بنيتي الله راني فرحانه بولد ولدي قد حقي في الدنيا انت فحم الله والنبي رسول الله الله يجيب وليدي بك على خير وفي خير باش تكمل الفرحه ما قلت لكمش ولدي هشام قال لي بلي واحد المراه معرفه ديالنا شافت ولدي مراد كيدور في تطوان الله اكبر ايه بصح ما خده مراد باقي كيدور غير هنا في البلاد مراد ما خواش بلاده ايوا تبقاو على خير هاد الساعه الله يحجبك جزاك الخير والرباح سلامه امي خد ايوا هانت السعي الوين انا عاود نوصيك لا تخليهاش تنوض راه قد ما ارتحت وخدات صحتها فهاد 40 يوم قد ما ان شاء الله دير لاباس الله يعطيك الخير خاصك شي حاجه لا الحمد لله الله يبارك فيك ايوا حنا راه عائله وحده الله يعطيك الخير الله يطولنا عمرك ويرحم الحاج الله يعطيك العوين امين ما هي حالة هادي الماكلة في الزنقة النعاس في الأوتيل ثلاث شهور وانا على هاد الحال تقريبا ما بقيتش عقل على الايام كنضل تالف بين البيع والشراء الخاوي يلا نعيا كنجي نعس اجي راسي مليان على حالتي ما خرجت برا بحال عبد الغفور ما رجعت للدار ما اتصلت حتى بواحد كيفاش ما نكونش كنتاقم منهم وزعما هذا تصرف ديال واحد بعقله مسؤولية بحال الرجال زعما نهزمت صافي ضعت لا لا بالعكس كانت تجربة لابد منها أنا انتصرت إيه انتصرت على نفسي دابا اش خاصني واش باغي عرفت اش باغي اهلا بالزين اهلا بالفن
متبتة ومحصنة ودايرة لي عقلك والصوينية ديالها تاي حداك محصول تبارك الله عليك وخلاص. ومالي اش خاصني؟ حمد الله وشكرا هاد الساعة. قولي لي مشيتي شفتي ولد خوك؟ لا مراش قاليش فطومة فطومة اختي الله يهديك. هادشي اللي كديري فيه مع هدى راه ماشي معقول. اسيدي ما بيني وبينها والو، وزيدون الحاجة الوحيدة اللي شتماني هاد الساعة هي ديك الوكالة اللي دايرة لداك المزغوب. هذا وكان وسهلتيها. ايوا الهبيل الله يجيك على خير، هذيك تلغيها في دقيقة. بصح هشام فاش غديري شوفيها في الكارطة تبان لك. الله يعاونك. والله لا ها هي على ثلاث وقات الصافي. زعما راه حنا بنادم معاك ندوي معاك على عندك ما يتقال عباس بان على حقيقته عرى على وجهه شي نهار غتمشي للحبس على ود هذاك عباس كتعرف معطي معطي مالو جاب واحد الالتزام في سميه الحاج عبد السلام كان دايرو اعتراف بدين لواحد السيد عرفتاش دار المعطي بدل السميه والمبلغ اللي فيه وجاب غير يرفع دعوه بخده الساعه من عند الله انا شكيت والاستاذ تاهو ولما رسلنا ليه باش يجيب الورقه الاصليه اغبر ما عاودش بان هكذا وانا كنقول مال هاد السيد غير لاصق في داك عباس وهداك عباس شي نهار غيوحل بداك التزوير وغيوحلك معاه حتى نتايا ايوا سمع الله يرضي عليك خذوها بالحيل عندك تعكس معاه كتعرفو هو مرة دغيا كيتقلق أمي راني شيفور ديال طاكسي وتابعيني المصاريف يعني الروسيطة إلا ما عطيتهاش السيد غادي تحكيني معاه والله إلا تحكيني معاه ولدي الله يهديك يا قلت لك أنا غادي نعطي الفلوس للراجل ضربهم على حسابي إيه شوف الله يرضي عليك غير توصل عيط لي في التليفون عيط لي ولدي باش نتهنى راك غتخليني مشطونة يا صافي صممتي الوالدة ياك نبقاو نعاودو تاني في الهضرة ولا عليك لالا ما يكون خاطرك قول لي ما خصك لا صويبنا لا رويحه ولا غير شويه الشوكولاته ولا وليدي ما خصني حتى حاجه خصني غير انت وخوك تمشي وتجيو ليا ان شاء الله في السلام الله يعاونك هشام تهلا في راسك الله يعاونك هداك نسى التليفون الله يستر الله يا ربي مولاي يدي وليدي في النجا وتجيبو هو خو في النجا يا الكريم العالي مي مالك غضبان عليا ما بقيتيش كتشوفي لجهتي انا اجدرت جاوبيني دوي معايا مالك سكتة واش غنقولها بنتي الله يهديك الله يهديك انا عارفه بلي مقلقاك دابا عاد عرفت شنو درت تكرفس عليك وعلى خوتي ولكن عذروني ماشي خاطري مكاين بس مكاين بس بنتي كلشي كيدوز نهار الاول قلت لك انا داك الراجل
ما صالحش ليك. غلط وكاع الناس كيغلطوا. كان يسحب لي دريويش على قد يدي ومقطوع من الشجرة، وكان بالله يرحمه داير فيه الثقة. قلت ما غيكون بحال ساعة حتى دابا ما كاين. بس نسيه نسيه، الله يرضي عليك يا ربي. عاوننا حتى نفكوا هاد الجرة على خير وبخير. أمي مسامحاني. الله يسامحك يا بنتي دنيا وآخرة. لا سيدي شو ديزولي نو، لا ما نقدرش نعطيك لو غولفي سي كونفيدونسيال. لا سيدي راه ماشي انت الاول، راه عندي هنايا دو شيك ديال الحاج هذا باش وصلوا للبنكه. لا اون بلوس مول الشيك راه مات، عندنا هنايا مازال ديكلاراسيون بلي الكارنيه الشيك ديالهم ضاع لهم. نو نو نو، واش غنقول لك اسيدي انا ضاع لي كاين شي حد غير كيدور وكيفرق في لي شيك ديال الحاج الله يرحمه. وي كيفاش اسيدي؟ واش غنقول لك اسيدي هذاك الشغل كي بغيتي تشوف مع البوليس؟ لا لا بونك ماشي تخصص ديالها هذا. لا يعاون اسيدي العفو لا يعاون. لطيف راه خويا شي 20 درهم اللي عندك تقول لها صباح الخير بيضا. صباح الخير مالك شفتي؟ ما تخممش اليوم ندبر على راسي، باقيلا غنمشي نسكن مع فاتي. شكون اللي قال لك حس السكنة؟ هاكا نضحك معاك. ها انت اسيت 20 درهم ورد بالك من العباس عندك تعمل كل ليلة راه قربات ليه. يا خويا ما سماو الفانوس تا كندير بحال الجن حمام وانا خدام معاه ولا عمري قفلت عليه فين ساكن. ورد بالك انا مشيت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هادي باش حليتي سيدي؟ وسيدي حليت الحانوت يومين هادي. هادي يومين دازوا عندي 14 واحد، كل مرة واحد من جهة. أسيدي، الجماعة راه كيهمها الراسي في بقى خاوسي. راه كاين القانون. القانون؟ القانون طبق عليا أنا، شاد نص مترو، ومول القوا راه قدامك، وشوف شحال شاد، ها؟ الصبيان ولاد المدرسة ما عندهمش منين يدوزوا. إيوا شوف. ولاو يدوزو غير مع الطوموبيلات. هذاك راه حال شحال من عام هذا. ايوا حتى هنا الحانوت كان محلول شحال هذه من عام، ولا غير شتيني وحقرتي عليا، وانا غادي غدا نشوف عبد الغني الرئيس ديالكم. المهم راه دويت معاك والسلام. ايوا صافي. يستحم احمد في الحمام، يستحم احمد في الحمام، يستحم احمد في الحمام. أين يستحم أحمد؟ في الحمام. في الحمام. بطبيعة الحمام. واش بقيتي ناعس اليوم؟ قاري شتا؟ قاري ولكن ما ندخل حتى للعشرة. للعشرة؟ يلا. غنحفظ شوية غنفطر. يلا وفيق باش تفطر يلا. يلا. كيقول لك الناس ديالك. عاودي عاودي عاودي
زيد زيد. يا رسل بسرخي عشو خذ راحتك سيدي. بدخل العشاء يلا شبيع كبير. وليه انت خدام بابا؟ اه شو خدام بابا؟ جد تشطر لي هاك هاك حلوة. تاخذ هادي ولا هادي؟ اعطيني هادي. هادي؟ اه يلا هاك خدام بابا؟ ما كنت اطل لي خذ طول شد لو خديك تسالنا عنوني الو اسي عبد الغني بقير انا في الطريق راه سيركيلاسيون راه كاين زحام انا في الفيروج انا عند الرون بوان انا غادي ندور دابا انا جي دابا عندك صافي انت ما قاعد تكذب تقول يا عمك ماك صعب هذا الكذب وتستغدار عمك ماك تقول ماك تقول غادي دابا غادي 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 يوصلها لك خود تفطر خود تفطر مع راسك راه الباترون اش غنقول ليه نقول ليه انا باقي كنفطر هذا ما خصكش تكذب عليك ليك تقدر تكذب انا ما تخصني نقول وخود تفطر خود انا غادي نمشي ندير حوايجي خاصك شي حاجه خصني ما خصني حتى شي خير المهم أمن أنت بخير أتمنى بخير أنا سيدي بخير ولكن ولكن مني مات أمي مني مات بان بان أمي لهذا ما بغيت تتحال ما بغيت توقع لك يلا أنا غادي نمشي ندير الحوايج خذ تفطر فطر على خاطر السلام عليكم. السلام. الله يخليك بغيت نشوف سي عبد الغني. شكون سيدي كيسول عليك؟ قول لي علاه. شكون علاه؟ علاه السلطة. اش السلطة ولا كبار واش انت ليك الرئيس؟ أولي قول لي علاه. غنقول لي علاه واش كتعرفوا بصح ولا ما كتعرفوش؟ والله وليدي لا كنعرفه ويلي راه 100 واحد كتجي عندي هنا وتقول لي كنعرفه وكيخلقوا لي مع المشاكل اوليدي والله الا كنعرفه وليدي شنو تيخل واش انا غنكذب عليك سير ليه عاش من برا شي اللي بغيتي سخسخ لي دابا قالك اسيدي ما كيعرفكش وما عمرو شافك وما باغيش يشوفك يلا كدب اي انا ما كيعرفنيش شكون انت قلت لي اسيدي على السلطه قال لي ما كيعرف لا السلطه ولا كبار وصح من اللي خليك دير الساعه شي وافقي صاحب الروح الروح قال لي ما نشوفوش شي باع ما ساليش يلا يلا الله يخليك يلا يلا شي 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 ويلي راه ما موت صاحبي اصاحبي راس قاسح راه هنا معاك حنا نهضروا معاك ولا بغيتي تسمع ولا كتصمد قلت لك راه الاجتماع ما ساليش راجل مهلوك عدل تسع عدل تسع صافي قضى حاجته قطع الواد ونشفوا رجلي وانا خليت ليه الله يا سيدي غسير حالك خلينا سير عار 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 جيت من الجاي ولا جيت من الجاي انا ندخلك انا ندخلك انا هنا قالت حتى خش سيدي بقى تما واد كلوتاد وخيم جيب مانطا السلام عليكم اولادي عباس كتعرفني اخويا انا علال علال الصوتة كنقمر معاك انا ولا كنلعبونا كارطه مزيان تبارك الله واه كيفاش ماشي عباس واه ني هادو هما الانتخاب